مايكل، صباح الخير. وبداية نود أن نتعرف منك على تلك الرحلة التي وصلت بك إلى أهم المنصات العالمية المتعلقة بقضايا المناخ مثل فعاليات كوب 27 وكوب 28. مرسي كتير لكم على الاستضافة الكريمة، ومرسي لأهلنا بمصر. أنا شخص بعمر 6 سنين صار معي حادث جاتسكي مشلول من الصدر ونازل. كل العالم قال لي أنه أنت مستحيل أنك ترجع توقف، مستحيل أنك أنت ترجع تمشي. بالمثابرة والإرادة ونفسية التفكير قدرت أنا أتخطى هذا الواقع. بالتكنولوجيا أو بالجهاز التقويمي قدرت أوقف، وقدرت احمل حالي بشيء ما يسمى خطوات لقدام. هلا كثير ليش عم بقول هيك؟ لانه واحد الانسان ما في قدره لحدوده. اثنين، وقت تجي للاشخاص ذوي الاعاقه بالعالم، خاصه بالعالم العربي، كثير مهم انه نبلش نتطلع على هالمجموعه من الاشخاص بالطريقه الصح. يعني اليوم هالفئة من الأشخاص بدل ما تستبعد من المجتمع، كتير مهم إنه هيدي الفئة تصير من الصلب المجتمع، ونحولها من نسبة مهمشة لنسبة فعالة عم تبني هذا المجتمع. بس تعطيكم أرقام كتير صغيرة، إنه 16% based on WHO، يعني المنظمة World Health Organization، المنظمة العالمية للصحة، بتقول انه 16% من نسبة سكان العالم، يعني 1.3 مليار شخص بالعالم بيعاني من اعاقة. نحن ببلداننا العربية عنا احصاءات بتقول انه نسبتنا ببعض البلدان او اغلبية البلدان هي اكتر من هذا الموضوع. سو نحن كشعب عربي عم يتطلع على المستقبل، شعب نحن عنا نسبة شباب كتير كبيرة، عنا نسبة growth، عنا نسبة نمو كتير كبيرة. كيف بدنا نتطلع على 16-20% من شعبنا؟ أوكي؟ وحدة من الشغلات اللي كتير مهمة هي الـ impact of climate change، تأثير التغيير المناخي على مجتمعاتنا، خاصة إنه نحن كمجتمع عربي من أكتر بقعة على هذه الكرة الأرضية عم بتعاني من التغيير المناخي. بلبنان مثلا صار عندنا فيضانات، بغير بلدان عم نشوف نحن الهيت ويفز او الموجات الحراريه اللي عم نتاثر فيها بطريقه مباشره. واهم شغله نحن لازم نشوفها، سوري ما بدي اطول حكي بس ببريف، انه كيف نحن عم تاثر علينا، لانه هيدا اهم موضوع اللي عم يقتلنا وعم ياثر فينا بطريقه سايلنت، خفيه وبطيئه، هو التغيير الحراري والتغيير المناخي. صحيح، من تغيير المناخي والكلايمت تشينج والكوب، انا عايزه اروح معاك للرياضه. ازاي قدرت انك تخلي من الرياضه وسيله انها تكون صوت لكل ذوي الهمم، وكمان تكون وسيله للتوعيه بقضايا المناخ؟ مرسي كثير على هذا السؤال المهم. الرياضه هي لغه، ومثل ما أنا قلت اليوم نحن خاصة بمجتمعاتنا هيدي الفئة من الأشخاص لازم يطلع صوتها. والتغيير المناخي عم يأثر على كل الأشخاص، بس مش بطريقة متساوية. في فئة من الأشخاص عم تتأثر أكثر من غيرها. نحن باليونان بنسميهم الموست فولنبل كوميونيتيز، على قمة هيدي الفئة هن الأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم بمؤتمرات المناخ عم نمشي تنوصل بطريقة إيجابية أو بصدمة إيجابية صوت كتير إيجابي، إنه أنتوا يا قياديين العالم وقت عم تحطوا أجندة لتغيير المناخ، وقت عم تحطوا أجندة كتير مهمة كيف نحن بدنا ناخد خطوات إيجابية لقدام بالنسبة للإمباكت أوف كلايمت تشينج على العالم، لتأثير تغيير المناخ على البشر. في فئة من الأشخاص بعدها مغيبة ما عم نحكي عنها، هي 16% من عدد سكان العالم، هي أكثر من 20% بمجتمعاتنا العربية. هيدي الفئة من الأشخاص لازم تكون على الطاولة معكم، لأنه هيدي الفئة من الأشخاص
منا مجموعة من الناس مستقلة، هيدي حالة بشرية كل واحد منا بده يمرق فيها. يعني اليوم الايجينج كوميونيتي والأشخاص اللي عندهم إعاقات temporary disability مؤقتة، الأطفال كلها ضمن استراتيجية. ولكن دور الرياضة دور الرياضة يعني إزاي كان لي كان وسيلة عشان تكون يعني صوت لكل ذوي الهمم؟ يعني الرياضة لغة، لأنه وقت أنت اليوم تبعتي كل هالناس وتستضيفي كل هالناس كرمال نحن نمشي أو نركض، نحن عم نستعمل هيدي اللغة اللي اسمها لغة الرياضة language of sports، اللي هي تكون لغة بناءة مش بس للcompetition بس لأكثر إن نجمع الأشخاص ونوصل صوت. يعني أنا من شخص ما حدا قال لي إنه الإعاقة بالنسبة لي إنه مستحيل حدا يمشي، قدرت إنه أقدر أوقف وأمشي وأدعي أشخاص مثلي وغير يعني عندهم إعاقات وما عندهم إعاقات تيمشوا معنا بقلب الكوب 28 كرمال نحن نوصل هيدا الرسالة إنه اليوم في فئة من الأشخاص بعدها مهمشة، اليوم هيدا الفئة من الأشخاص باستعمال الرياضة كلغة إيجابية نوصل هيدي المساج، هي الرسالة للعالم. إذا مايكل ختاما لكلامنا لو عايز تختم كلامك برسالة توجهها للعالم، احنا عايزين نساعدك في ده، فتحب تختم كلامك تقول ايه للعالم من خلال القاهرة الإخبارية؟ اليوم بدي اقول للعالم خاصة لعالمنا العربي بكل اختصار وباختصار شديد، انه اليوم نحن عم نعاني كثير من وراء الصراعات ومن وراء الحروب. عندنا مجتمع اشخاص ذوي اعاقات عم يبين بهذا العالم. اليوم نحن بدنا نجرب نأثر على اصحاب القرار وعلى الصيغ بمجتمعاتنا كرمال نقوي هيدي الفئه اللي هي فئه كثير كبيره رح تطال كل واحد منا، وبدنا نضوي خاصه انه اليوم ما بدنا ننسى الامباكت اوف كلايمت تشينج، تاثير التغيير المناخي علينا كلنا، وخاصه التاثير اللي عم يكون اكثر على هيدي الفئه من الاشخاص. سو واحد انا بهمني انه كلنا نتكاتف كلنا سوا كرمال نعلي المعيار تبع هالمجموعه من الاشخاص وندمجها بقوه بالمجتمع، واكثر من هيك بهمنا يكون عندنا صوت عالي اكثر على القرارات اللي عم تتاخذ من العالم، انه تكون ايضا تدمج هالفئه من الاشخاص واحتياجاتها الخاصه. شكرا جزيلا مايكل حداد، محترف رياضات التحمل وسفير النوايا الحسنه الاقليمي لبرنامج الامم المتحده الانمائي للعمل المناخي، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك، وانت مثال يحتذى به ومثال ايجابي نتمنى تعميمه في كل مكان. صحيح. شكرا جزيلا.